بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان إزالة حالة عدم التعيين لدالة أسية رقم 13. إذن لننطلق على بركة الله. لاحظوا، يريد منا أن نحسب النهاية اللي هي ليميت أسية إكس ناقص 1 على أسية 2 إكس ناقص 3 أسية إكس زائد 2 لما إكس يؤول إلى الصفر. لو نعوض تعويض مباشر أبنائي، لاحظوا هنا بصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر. في البسط تصبح لنا أسية صفر اللي هي 1 ناقص 1 معناها صفر، وفي المقام تصبح لنا أسية هنا تصبح لنا كليا 2 في صفر اللي هي أسية صفر اللي هي 1 ناقص 3 أسية صفر اللي هي كم؟ هي 1 زائد 2 تصبح لنا 0 على 0. إذن حالة عدم التعيين. الآن أبنائي، كيف يمكننا أن نزيل حالة عدم التعيين؟ لأن حالة عدم التعيين معروفة أنها هي 0 على 0 وما لا نهاية على ما لا نهاية، والصفر في المال نهاية وماذا والناقص مال نهاية مع زائد مال نهاية. هذه هي حالة عدم التعيين، وفي حالتنا هذه هي صفر على صفر. هناك قاعدة يا أبنائي، لما نجد صفر على صفر إذا كانت الدالة كثير حدود على كثير حدود فنستعمل الاختزال، أما إن كانت دالة غير كثيرة حدود مثل هذه هي الأسية أو اللوغاريتمية أو الكوس أو السينس أو الجذرية ونجد صفر على صفر فاعلموا أن المنقذ هو العدد المشتق. هذا هو الأساس. تعالوا الآن، ما هو العدد المشتق وكيف يمكن أن نستعمله؟ لاحظوا هنا سوف نجري تغيير على هذه العبارة، فنقول ليميت ونضع خط الكسر هكذا ونأتي ونكتب البسط كما هو اللي هو أسية إكس ناقص 1 والمقام نكتبه اللي هو أسية 2 إكس ناقص 3 في أسية إكس زائد 2. ما رأيكم أبنائي لو نقسم هذه على إكس، عفوا هذه قلت على إكس وهذه على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر؟ يقول أحدكم لماذا؟ حتى نستغل قاعدة العدد المشتق. ركزوا هنا، عندنا قاعدة العدد المشتق ماذا تقول؟ تقول لنا ليميت اف لإكس ناقص اف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما الإكس صفر يؤول إلى الإكس يؤول إلى الإكس صفر تساوي لنا اف فتحة لإكس صفر إن كانت الدالة قابلة للاشتقاق. لاحظوا هنا نقطة نقطة، سوف نأتي الآن نحسب هذا لوحده وهذا لوحده ونعوض كل واحدة على حدة فنجد النهاية. لاحظوا هنا عندنا ننطلق في البسط ليميت أسية إكس ناقص 1 على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. هذه تشبه هنا ماذا؟ لاحظوا تشبه لنا ليميت آش لإكس ناقص آش لصفر على إكس ناقص صفر، لكن إكس ناقص صفر يمكن أن نضعها هكذا إكس فقط لأن إكس ناقص صفر يبقى إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. هذه يا أبنائي لو تدققوا ها هي الآش، الآش هي هذه الدالة، إذا قلنا الآش هي ماذا؟ هي آش لإكس، قلنا هي أسية إكس، فإن آش لصفر ماذا تصبح يا أبنائي؟ عوض هنا بصفر وهنا بصفر فماذا نجد؟ نجد أسية صفر اللي هي 1. إذن هذه هي ها هي آش لصفر، هي الواحد ليس الناقص 1 لأن هذا الناقص هو ناقص للقانون لا دخل لنا فيه. فتصبح لنا ماذا تساوي لنا يا أبنائي؟ تصبح تساوي لنا، نأتي الآن إلى الدالة آش ونقوم باشتقاقها، تصبح لنا آش فتحة لإكس. ما هي مشتق الأسية؟ هي نفسها الأسية. نعوض بصفر هنا بصفر وهنا بالصفر فأسية صفر هي 1، إذن تعطينا هنا 1. تذكر، ركزوا نقطة نقطة أبنائي تتعلموا. إذن فتصبح لنا تساوي البسط أعطى لنا 1. نأتي الآن لحساب النهاية الآن للمقام عند ماذا؟ عند الصفر. لاحظوا، ركزوا أبنائي حتى تتعلموا. إذن كذلك عندنا المقام اللي هو ليميت أسية 2 إكس ناقص 3 أسية إكس زائد 2 على ماذا؟ على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. هذه مكتوبة لو تدققوا معي سوف أكتب، فتصبح لنا مكتوبة على شكل ليميت أف لإكس، مجرد أف أو آش لا يهم، أف لإكس ناقص أف لصفر على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر.
لكن أين هي الاف وأين هي الاف للصفر؟ اف للصفر يجب أن تكون يا أبنائي فيها ثابت، لا يوجد فيها إكس. معنى يقول أحدكم يمكن أن تكون هذه، لا، قلت هذه الاف للصفر يجب أن تكون فيها ثابت، يعني 2 5 أم يكون فيها إكس؟ لا. لاحظوا جيدا، ما رأيكم يا أبنائي لو نقول أن اف لإكس هي هذه العبارة؟ لاحظوا، إذن اف لإكس هي ماذا؟ هي أسية 2 إكس ناقص 3 في أسية إكس، هذه هي الدالة اف. تعالوا نأتي الآن إلى اف لصفر تساوي اف لصفر، تعالوا نعوض هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر، فماذا نتحصل؟ نتحصل على ماذا؟ على 1 ناقص أسية 3 في أسية 0 اللي هي 3، هكذا تعطينا كم؟ ناقص 2. فاف فتح اف لصفر كم وجدناها أبنائي؟ اف لصفر وجدناها ناقص 2. إذا ركزوا أرجوكم، كأنما هذه الزائد في الأصل هي ماذا؟ هي ناقص في ناقص. لاحظوا تصبح لنا هكذا ناقص ثم ناقص هكذا، ها هي الاف وها هي اف لصفر، إنها ناقص 2. فماذا تقول القاعدة؟ فتصبح تساوي لنا اف فتحة لصفر. فنأتي الآن إلى عبارة الاف ونقوم باشتقاقها، ها هي اف. الاف تصبح لنا اف فتحة لإكس تساوي لنا ماذا؟ مشتقة أسية 2 إكس هي 2 في أسية 2 إكس، لأن الدالة الأسية لما نشتقها مشتقة الذي في الأس في العبارة نفسها في أسية 2 إكس، الذي في الأس هو 2 إكس لما نشتقه يبقى لنا هو الإثنان، ناقص مشتق 3 في أسية إكس، العدد يبقى دائما يتبع مشتق الأسية هو الأسية أسية إكس. تعالوا الآن نعوض بصفر، فتصبح لنا إف فتحة لصفر تساوي لنا ماذا؟ عوضوا هنا بصفر وهنا بالصفر، فماذا ينتج يا أبنائي؟ تصبح لنا 2 في أسية 2 في 0 اللي هي أسية 0 اللي هي 1 ناقص 3 في أسية 0 اللي هي 1، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 2 ناقص 3 وتساوي لنا كم؟ ناقص 1. إذن هذه أعطت لنا ناقص 1، فنعوضها هنا ونكتب ناقص 1. الآن ما هي النهاية النهائية يا أبنائي؟ سوف تصبح تساوي لنا ناقص 1 بهذه البساطة. يعني اللغز الأهم هو كيف تأتيني فكرة أن يجب علي أن أقسم هنا على إكس وأقسم هنا على إكس. لو كانت مثلا عند عدد غير الصفر، مثلا عند إكس، قال عند إكس مثلا تقول إلى الواحد، فنقسم على إكس ناقص 1 ونقسم على إكس ناقص 1، لأن تقول القاعدة إكس ناقص إكس صفر. لكن في هذا المثال قسمنا على إكس، لأن لو نضع هنا صفر ونضع صفر لا يحدث أي شيء. بهذه البساطة وجدنا النهاية كم؟ إنها ناقص 1 وإنها نهاية موجودة. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.